السلام عليكم طلابنا الأعزاء، موضوعنا اليوم المفعول المطلق للصف الثاني المتوسط. درسنا في السنين السابقة المفعول به والمفعول فيه. المفعول به قلنا اسم منصوب يقع عليه تأثير فعل الفاعل. المفعول به اسم منصوب يقع عليه تأثير فعل الفاعل. أما بالنسبة للمفعول فيه فيتقسم إلى ظرف مكان وظرف زمان. مفعول فيه ظرف مكان وظرف زمان. هنا المفعول فيه اسم منصوب يدل على مكان وقوع الفعل أو زمانه، يدل على مكان وقوع الفعل أو زمانه. اليوم موضوعنا إن شاء الله المفعول المطلق. مفعول المطلق هو اسم منصوب، اسم منصوب مشتق من لفظ الفعل. اسم منصوب مشتق من لفظ الفعل. شوفوا هسه احنا قلنا مفعول به، مفعول فيه، مفعول المطلق، كليتهم هما اسماء منصوبة. بس نجعل المفعول المطلق يكون اسم مشتق من لفظ الفعل. شلون يعني مشتق من لفظ الفعل؟ مثلا شوف ضرب ضربة، شوف شلون مشتق من الفعل ضرب ضربة، هذا نسميه مشتق من لفظ الفعل. زين، المفعول المطلق يقسم الى ثلاثة انواع، هي المؤكد لفعله اولا، مؤكد لفعله، ثانيا بيان نوع الفعل، ثالثا يبين عدد مرات وقوع الفعل. المؤكد لفعله، شنو معنى مؤكد لفعله؟ شوفوا ضرب محمد اخاه ضربا، لا اكد الضرب، ضرب محمد اخاه ضربا. هنا يا ضربا حتكون مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره. سلمت على المعلم سلاما، سلمت سلاما، شوفوا سلمت سلاما، زين هنا تكون مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. سلم هنا سلمت، عندنا فعل وفاعل، سلم فعل ماضي والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل على حرف جر، وهنا اسم مجرور بحرف الجر على وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، سلاما مفعول مطلق. هذه المؤكد لفعله، شلون أكد الفعل؟ ضرب محمد أخاه ضربا وأسكت، أكدت الفعل. زين، أجي على النوع الثاني لبيان نوع الفعل. ما معنى بيان نوع الفعل؟ شوف هنا الجملة عندنا ضرب محمد أخاه ضربا شديدا، شوفوا دا أشوف نوع الضرب، شلون نوعه كان؟ شلون نوع الضرب؟ نوعه ضربا شديدا. إذا هنا ضربا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، شديدا شتكون صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. ضرب محمد أخاه ضرب الملاكمين، ضرب الملاكمين، شوفوا ضرب مفعول مطلق لأنه هو مشتق من الفعل، زين، وهو مضاف، مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، أقول وهو مضاف، والملاكمين تكون مضاف إليه مجرور، ملاكمين تكون مضاف إليه مجرور. هنا لبيان نوع الفعل يجينا وراء المفعول المطلق أما تكون صفة أو يكون مضاف إليه مجرور، أما تكون صفة أو مضاف إليه. سلمت على المعلم سلاما حارا، شو نوع السلام؟ حار. إذا هذا السلام سلمت سلاما، مشتقة لو مشتقة؟ مشتقة من الفعل. إذا هنا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وحارا تكون صفة منصوبة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. سلمت على المعلم سلام الكبار، سلام الكبار، شوفوا هنا يا سلامة مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وهو مضاف، والكبار مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره.
هذا النوع الثاني من المفعول المطلق اللي هو بيان نوع الفعل. نجي على النوع الثالث إن شاء الله، هو يبين عدد مرات وقوع الفعل. يبين عدد مرات وقوع الفعل، مثل ضرب محمد أخاه ضربتين. ضربتين هنا الضربتين تكون مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ضرب محمد أخاه ضربات، مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدل الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. هنا هي مشتقة من الفعل بس دالة على شنو؟ دالة على عدد مرات. زين، هنا ضربتين دالة على عدد، هنا ضربات عدة ضربات دالة على عدد وهي مشتقة من الفعل. سلمت على المعلم سلامين. شوفوا، سلامين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. سلمت على المعلم سلامات، مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدل الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. يجينا سؤال يقول هل من الممكن أن تأتي مفاعيل في جملة واحدة؟ هل من الممكن أن تأتي مفاعيل في جملة واحدة؟ نقول نعم، ممكن أن توجد مفاعيل، مجموعة مفاعيل في جملة واحدة. شوفوا هاي الجملة عندنا، حرث فعل، فعل ماض مبني على الفتح، الفلاح فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الأرض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، حرثا. شوفوا، حرث حرثا من أشوف مشتقة من الفعل رأسا أتذكر هذا شنو؟ مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. زين، شلون كان نوع الحرث؟ ناعما. إذا ناعما شو تكون؟ صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. زين، هسه نجي على صباحا. صباحا انا ايش قلت؟ قلت يا اما يجينا المفعول فيه يا اما ظرف مكان او ظرف زمان. هنا صباحا ها شنو؟ هاي ظرف زمان. فهنا ايش اقول؟ اقول مفعول فيه، مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. زين، نجي على طلبا. طلبا هذه مفعول لاجله، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وإن شاء الله المفعول لأجله تأخذوه في الدروس الجاية إن شاء الله. للرزق جار ومجرور. إذا أجتنا عدة مفاعيل في جملة واحدة. شباب اللي هنا خلص موضوعنا إن شاء الله، اللي هو مفعول المطلق هو اسم مشتق من لفظ الفعل، يقسم إلى ثلاث أنواع: مؤكد لفعله ولبيان نوع الفعل، يبين عدد مرات وقوع الفعل. هذا أريد ينكتب بالدفتر مع حل تمارين إن شاء الله. ولكن الفقرة الأخيرة إن شاء الله بتقويم اللسان هي قل ولا تقل. هنا عندنا قل شكرا لوجودك معنا، شكرا لوجودك معنا، هذه أصح من ما أقول شكرا لتواجدك معنا. خطأ، ما يصير أقول شكرا لتواجدك معنا، شو أقول؟ شكرا لوجودك معنا. نجي على الثانية نقول صحح المدرس الدفتر، هذه الصحيحة، صحح، ما يصير أقول صلح، ما يصير أقول صلح المدرس الدفتر، أقول صحح المدرس الدفتر. خلص موضوعنا إن شاء الله لهذا اليوم.